علوم وتكنولوجيا بعلم علما معي أنا طارق. حكينا بالحلقة الماضية كيف تم استغلال عدد كبير من أجهزة إنترنت الأشياء لأهداف خبيثة، واليوم رح نحكي أكثر شوي عن مفهوم إنترنت الأشياء. الفكرة من إنترنت الأشياء أنه هو منصة بتأمن التواصل بين الأجهزة بدون إشراف بشري مباشر بهدف تحسين فعاليتها وتمثل المهام اليومية. هالحكي بينطبق على كل أنواع الأجهزة من البراد والغسالة لخطوط الإنتاج وأجهزة طبية، ومع أنه التسمية جديدة بس مفهوم قديم. بأوائل الثمانينات طلاب جامعة عملوا آلة بيع كوكاكولا موصولة على الإنترنت، وكانوا بيقدروا يراقبوا عن بعد إذا شغالة ولا لا وإذا فضيت ولا لسه فيها. ومن بعدها مبدأ مراقبة أداء الأجهزة عن بعد تطور كتير وانتشر، وخاصة بمجالات البنية التحتية مثل شبكات اتصالات وإمدادات الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها. الجديد آخر كم سنة أنه انتقل تطبيقه من المجالات الصناعية للمجالات الاستهلاكية اليومية. رح نمرق على السريع على كم واحد من هالمجالات. المراقبة لها تطبيقات كتيرة بجمع وتحليل المعلومات على مدى طويل بهدف عمل دراسات عن الطقس أو حركة المرور أو حركة الناس ضمن المدن بهدف تحسين تخطيط هاي المدن، وغيرها أمثلة كتير. التطبيق الثاني اللي بيجي بعد المراقبة هو التحكم، يعني الواحد بيتحكم بحالة البيت عن بعد، أو مثلا شركة السيارات تخبر صاحب السيارة عن مشاكل بسيارته، أو البراد يبعث لك رسالة إنه الحليب خلاص أو حتى يطلب حليب لحاله من الإنترنت. تطبيقات كتيرة بمجال الصناعة والأتمتة والبنية التحتية. بس بيبقى في مشاكل لانتشار هي الأجهزة مثل الأمان، لأنه كل ما له عم يزيد الاعتماد عليها بدون ما يكون في تركيز كافي على تأمينها ضد الاستعمالات الخبيثة، ومع الوقت لما تفوت مجالات الصحة والبنية التحتية رح يكون الخطر أكبر. مشكلة تانية هي طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا وقديش الحجم بتشغله من حياتهم. المشكلة التالتة هي الخصوصية اللي عم يخسروها الناس مع الوقت كونه حتصير في شركات عم تعرف وتتدخل بأدق تفاصيل حياتهم. طبعا روابط كل شي حكينا عنه تلاقوهم بوصف الحلقة، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تتابعوا صفحة سوريالي على الفيسبوك وقناتنا على ساوند كلاود. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.